إليك اقتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم إذا ساء حالي وضاق الفضاء وجدتك يا رب فيما ألم. إليك اقتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم إذا ساء حالي وضاق الفضاء وجدتك يا رب فيما ألم. إليك اقتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم إذا ساء حالي وضاق الفضاء وجدتك يا رب فيما ألم. إليك اقتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم إذا ساء حالي وضاق الفضاء وجدتك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مركو روحين الله نهاي. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إلهي بما هضل انت بديدنا كلان كات كلانتين اسكوت مادين وعد كل ما هتسنتين حوش السينوس وغور قبنا حين إن شاء الله تعالى قد قلنا حفلة دي قلن شبين تاهاي القرآن الكريم كا اي قبلها قاركود ختمين قارنا اي ميلا دحداسي مريان او يقلفتو دي امتحان لغا قاضي حفلة داسي حفلة والبوال لوينية ووالا قيمية ولا شرفة لكن حفلة دين لوينية مضن وقدرين يقيمين مضن وطا قرآن كريم انت كالا حفلة دي دعية قرآن كاسم بهرمود و إساقان هور كعية سببتنا وحويا العلم يتشرف بشرف المعلوم أي علماء إرادان علم وحو شرف يقيمي قدرين كو يالانيا بشرف المعلوم كل بوحا لا برتي لا دقتي قيمها يقدرين تولي أرنت لا صور دقتي أما شيغا لا أخرستي لا دقتي قبلنا يكو قد جيران هدا وقرآن كي كريم كا وكلام الله المنزل هذا الكي إلهي وآتك وقيمها بنا oo iska dhaaf wax kale xaraf kaliya taad akhrido toban ajir aad helayso sida nabigu ka sugnatay sallallahu alayhi wasallam alif lam mim oo kaliya taad akhrido ayaa toban lagu dhufanaya iyagoo saddex xaraf ka kooban soddon ajir baad helis fadhail badan ba marka jirta oo quraanka qiimihiisa ku saabsan kuwa insha Allah ta'ala gadaal ayaa wixii ilaahi naga waafajiyay inuu tilmaami doona لكن هذا هو حويا فرفرس إن حفلة دون فرفرين خير كي وناك كان كفرين أما أنت إلهي بين كفرني يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا كعلني ناوحا لنا اللهم لك الحمد كله وحن كلا الله إن هاي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تضل أمانو أما عدل أمانو وحاوص الرئيسة أو قيمة بدن إلهي سبحانه وتعالى وحلم برتوى وكحيقة نبي صلى الله عليه وسلم
لمبر كصدحاد يا كافراد يا كشنانا يا سيد اللوكل اللي يهم بلوسو قليايو انزلوا الناس منازلهم ايا حديث نبي صلى الله عليه وسلم من قصو ناظر حسن يهي علماء قاركو دي تلماميان اي عايش النبي قصو التبين ساسح ومسلم كنكو چرا علماء اي ضعيفين سو تلمامي سينو حديث چرا وصنا هاي لكن سيد الصح دا وحديث جروحو تلماميان قفو البقيمي سا انان لدافين حسن اللوغر ديگن وانتي اد مقشينو نبي قوحوري صلى الله عليه وسلم احبيب حبيبك هون ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما تا او بسيدك دي عكسي دي ان النبي هو الشيخ صلى الله عليه وسلم وانا حديث درجه دي سو حسن تاي علي بن ابي طالب بان النبي كسو تبينيا ادب مفرد كي غير كي بوا كوتشرا مركا ولا ليال انت دبديد حفله دي بينو كده جلينا قبله ولا لها ها خير كي وناق بدنا ينو فيليني ايا صوفر السنه تي مركا معلنكو صوك عيو ايا صوك عيسا مركا سؤالة هايو معلنكو وين دينيا كدبنا وحي خير اساسا لوك ذا قليا دير دقيسي وعن ايا دكتينا فرطان ايا الاربا دكتا عداد فرطانو خير كاي ونا قاينو اني ميد اصف عن دقيستان وحاد هيليسان لبط المامود واوين او الهي قرآن كو عدي ومحايا لبدات المامود حويان ان وقفك النقض قف عقل الله يين النقض قف وناجي خير الهي سيو لما يستري آيات القرآن كي اتقاني بانا الدليلة من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إلى يمحو نتيجة التلمامي أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب واحد نقول إسا خير أردن إن إلهيك سيو مربه دو الله كهنوني خير أردن واكو دنيا واحا كلو إلهيك سي راعي خير كوا إسكو فوشس واحا كلو إلهيك سي راعي إناد كبيرتو كو عقل غالي أي كو يوغو دو يا عقل غوغو آدياد أسر ريا بغلي اللاتن كا ما دوين كا قاركو داد كسو مرتين غاري كان سرين كارو إلهي سبحانه وتعالى ده وحويان فضل جيسوا بلارين مركز دوين وعن يس دقيسي وعن يردكتو لفرو وبالله التوفيق معلن كا معلن حسين اسلام مركا حاج حسين نهض الله يرادو سند كان بحي كدن بيا حاج حسين ويان ساقين كسو دويننا فليتفضل مشكورا ما أجورا بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى وحين قدق لنا حفلتي وحين نوبل آية القرآن نوفر فريد دونتو خضر ياسين. خضر ياسين تفضلي. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تدودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أذرناك ما منا من شهيد. وضل عما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. ولئن رجعت إلى ربي إن لعنده لحسنى. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق،
أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وسقرها وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع السم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلاة الصلوات
قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وطاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأصر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم آيات ربكم منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل لتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم
ربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباد كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. بسم الله. هل يأتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نبيا آخر؟ جواب: لا يأتي بعد رسول محمد صلى الله عليه وسلم نبيا آخر، بل ختم الله به نبيين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سؤال ثاني: ما أساس الإسلام؟ جواب: أساس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سؤال ثالث: ما معنى الإسلام؟ جواب: معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بضاعة والخلوص من الشرك. سؤال رابع: لماذا أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس؟ جواب: أرسله الله إلى الناس ليعلمهم الإسلام. سؤال خامس: كم أركان الإسلام؟ اذكرها. جواب: أركان الإسلام 5، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه السبيل. سؤال السادس: كم سنة عاش رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ جواب: عاش رسولنا صلى الله عليه وسلم 63 سنة. الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. ما حقيقة التجويد لغة واصطلاحا؟ التجويد لغة على الكيان الجنسية واصطلاحا علما يعرف به إعداء كل حرف حقه ومستحقه من الصفات والمدود وغير ذلك كالترتيب والتفخيم ونحوهما. سؤال الثاني: ما غاية علم التجويد؟ غايته بلوغ الآية في إظهار لفظ القرآن على ما تلقي من حضرة النبوية الأفسحية، وقيل غايته صون السامع ما ينقضى في كتاب الله تعالى. السؤال الثالث: ما حكمه النون الساكن والتنوين كم حالة لهما؟ اللهم أربع حالات وهي الإبهام والإدغام والإقلاب والإقبال. كم حروف الإظهار وما هي؟ حروف الإظهار 6 وهي الهمسة والهاء والعين واللقين واللقاء. كم حروف الإدغام وما هي؟ حروف الإدغام 6 وهي مجموعة في قولك يرملون. كم حروف الإقلاب؟ حروف الإقلاب واحدة وهو الباء. كم حروف الإخفاء وما هي؟ حروف الإخفاء 15. استثنى كم تات شخص قد زمن جمدا يمسد في طقم ظالما. بسم الله. قدم الشاطبية دارمن الجزرية. قال الإمام رحمه الله تعالى:
بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك الرحمن الرحيم ومؤلاء، واثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وثلثت عذرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان ذو الخير والبلاء، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجدم العلا. وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأقلق به ليس يخلق جدة جديدا مباليه عن جد مخبلا، وقارئه الذي يقر مثاله كالدرج حاليه مريحا وموكلا. هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويمامه دول الرزانة قنقلا، هو الحر إن كان حاري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء وهب متفضلا، وخير جالز لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يبتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القريبه متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والدك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجع رحمة الغفور ذو من سليمان هو الجمزور، الحمد لله مسليا على محمد وله ومن تلا. وبعد هذه النجم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع ذلابا والأجر والقبول والثواب. النون السكينة والتنوين للنون إن تسكن، وللتنوين أربع أحكام فقد تبين، فالأول إظهار قبل أحرف للحق ست رتبت فلتعرف، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم قين قاء، والثاني إلقام بستة آتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يثقم فيه بقنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدقمك الدنيا ثم سنوان فلا. والثاني إلقام بغير قنة في اللام والراء ثم كررن، والثالث إغلاب عند الباء ميما بقنة مع الإخفاء، والرابع إخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمس من بعد عشر رمزها، في كلم هذا البيت قد دمنتها سفد أثنى كم جاد شخص قد سمع ضم ضيبا ست في تقى تعطالما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد هذه تحية العذرة المباركة نشكر الله تعالى على ما أنعم به علينا من النعم العظيمة، ووفقنا بتعلم كتاب الله العزيز العلوم الشرعية والسيرة النبوية، كما أننا نوجه الشكر والتقدير للحاضرين الكرام والأساتذة الشرفاء وشيوخنا العزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، فجزاكم الله خير الجزاء. ولا أريد أن أطيل عليكم بالكلام وأخسر بكلامي إلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مركو وروح الله النهاي، جزاكم الله خيرا. صببتوا خير يوناك بذنب أهلكن كدعي هذا قرآنك إلى آخرني
سؤالي توحيدك لسويديني كوي تجويدك ها اسلامركا خطبتي قابنيدة وقدم بسيدنا في عناد انت بخير بدن باكا دعي ارما اصور دنبا ولا ليال ومحاول واسكو داي مرادي انت لاسكو داي ما انت إنا هكذا بينا إنت ولقسي في عنا دونا إن شاء الله تعالى جهد المقل لبا هوشنا كلا إسكن قانسا إسكو ضيق عسنا محما من لا يتق لا يخطي لا يتقن قفك عدوسا قلدمين أحبا مسيحي كرو ما أنت مركا قلدنتي بريتو لماركي هوشنا كلا لو يمادو تواد صح مسايا قف قالت كي شلك الدكتور واسك إعلاني أهانسا مركا إن شاء الله تعالى إن قبله خير بنا الله سيو أنت مقل دون تنا خير بنا يجنا الله سيو دم بيجينا الله دافو دم بيجوالد كينا الله دافو دين تفان كي إذا الله ينصي فرو علم هذا مقالة دي علماء كلا سوماليات يكوى كلا مسلمين تا سومالي ويسين أهاني يغن دمانتو با الله دمداف انتي والالي مسلمي جيريوتين الله نحرستو انتي ننولنا خاتمو ونكسان الله نسيو تينتي فان كيدنا الله نسي كرديو قبا قبا دي قنانت كو حويان ارمها لسمي سلاعي دي شاقوا اسكو دي يمحاولو isku dayguna marna waa dhaliil yeelan kara marna dhaliishiisu way badan kartaa marna way yaraan kartaa laakiin hadii ba la isku dayo oo geesinimada la helay inta ka sii dambeysana ilaahay idinkii waxaynu rajaynaynaa in inta laga sii fiicnaado maamooyinka qaarkooda gabaday oo kursiga soo fadhiisan oo quraysh ay ka mid tahayna تريبك الدنبين يصفر يستطال الرب إن شاء الله تعالى دي كلانتي الدنبو عن يوورسن يوورسن لما انتم بإن شاء الله تعالى خير يو أبشر بين الرجينينا وبالله التوفيق.